لسن 10 كرييتنج نون انبوت ايتمز. لسن 9 كان بيتكلم عن الانبوت ايتمز، انما ده هيتكلم عن نون انبوت ايتمز. احنا كنا اتكلمنا عن الفرق ما بين اساسا الانبوت ايتمز والنون انبوت ايتمز، وقلنا تاني الانبوت ايتمز هي الايتمز اللي من خلالها اقدر اعمل تعديل او اضافه او حذف من خلال الداتابيز. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي مثلا تكست ايتم جواه الاسم مش انا اقدر اعدل فيه واعمل سيف يروح رايح معدل في الداتابيز، يبقى هو بيعمل انبوت في الداتابيز. او ممكن ادخل بيانات جديده يبقى بيروح يتفاعل او بيتعامل مع الداتابيز مع الجدول نفسه. انما اللي هنلاحظه دلوقتي في النون انبوت ايتمز ان هي ايتمز بتعمل عرض للبيانات بس، ما اقدرش من خلالها اعدل في الداتا. ده هي مثلا ممكن تعرض لي الاسم انما ما اقدرش اعدل فيه، زي الديسبلاي ايتم كده اللي هو العكس بتاع التكست ايتم. زي مثلا الكالكوليتد ايتم، الكالكوليتد عباره عن ايتم بس بيتعمل عليه عمليه حسابيه. العمليه الحسابيه دي مش انا اللي بكتبها، لا ده انا اللي بحدد له ايه العمليه وهو بيحسبها. زي ايه مثلا؟ زي لو عندي ايتم عايزه على الشاشه عشان يجيب لي مجموعه مرتبات، هو اللي بيروح يعمل. انا بحدد له بس بقول له اعمل لي سبمشن لكولم مستلم، بقول له رايح اعمل ايه؟ سبمشن يعمل مجموع المرتبات. عايزه مثلا يجيب لي اعلى مرتب يروح رايح هو جايب اعلى مرتب. ممكن ان انا ممكن اديله معادله زي مثلا المرتب في 12 زائد المرتب زائد الكوميشن في 12 عشان يجيب لي مثلا المرتب او الدخل السلم. يبقى دي معادله، يبقى انا بعمل عمليه حسابيه. هل انا بروح اعدل في البيانات؟ لا، ده انا مجرد ان انا بعمل زي استعلام من خلال البيانات اللي موجوده، انما مش هعمل انبوت في الداتا. زي مثلا الايمج ايتم، الايمج هنشوف ان الايمج دي عباره عن صوره للموظف. هل اقدر مثلا اخلي الصوره بتاعت الموظف دي والله بدل ما هو شعره اسمر وفي شويه خصوص بيضاء اخليها شعره كله اسمر؟ لا، ما ينفعش اعدل، ده دي ايمج عرض بس. البوش بوتن، البوتن مثلا بتاعي لو انا عايز مثلا اعرض صوره، هنشوف في الايمج ان شاء الله ان احنا هنعرض صوره من خلال البوتن، تك على البوتن يجيب صوره الموظف. هل البوتن ده بيروح يعمل حاجه في التدريس يعدل او يضيف بيانات او يمسح؟ لا. يبقى النون انبوت ايتمز دي المفروض ان هي ما بتعملش مانيبيوليشن مع ايه؟ مع الداتابيز، ما بتعملش مانيبيوليشن مع الجدول. هي مجرد بس ايه؟ عرض البيانات مش اكتر. اول حاجه النون انبوت ايتمز هو اهم واحد فيه اللي هو الديسبلاي ايتم. هو اهميته تيجي من اهميه التكست ايتم. ازاي؟ قال لي والله الديسبلاي ايتم ده عكس التكست ايتم في بعض الاختصاص المهمه قوي في الفانكشن، انما هو شبهه في بعض الاختصاصات، يعني هو مش شبه التكست ايتم عشان كده احنا هنقارن ما بينهم. بس هو بيقول لي اهم حاجه تاخد بالك ان الديسبلاي ايتم كانت بي اديتد، ما اقدرش اعدل فيه، يعني ما اقدرش ادخل جوه البيانات اللي جوه واعدل. كانت بي كويري، يعني ما اقدرش ابحث جواه، ما ينفعش ان انا نافيجيت عليه، يعني ما ينفعش اقف بالماوس اساسا جواه. حاجه زي كان التكست ايتم معمول له انيبل ديسيبل، كان التكست ايتم معمول له ديسيبل. ما يقدرش يكسبت اليوزر انبوت، ما يقدرش ياخد داتا من اليوزر. انما يقدر يعرض كان ديسبلاي نون ديسبلاي انفورميشن، بيانات مش جايه من الجدول زي التاريخ مثلا. تاريخ النهارده انا عايز اعمل مثلا ايه؟ ايتم كده على الشاشه يعرض تاريخ النهارده على طول، يبقى موجود في الشاشه. ممكن انا مثلا اعمل ايه؟ عمليات حسابيه، اعمل عليه اجيب فاليو جاي من فاليو ثانيه من الايتم تاني كده. طيب تعالوا نضيف بدل ما هو هيفضل ده كده خلاص، تعالى احنا نضيف ايه؟ نعمل فورمه جديده خالص. سوري، نعمل فورمه جديده بس ايه؟ طلع نخش هنا بقى كده، اعمل نيو فور وهسميها نون ان. اي داتا بلوك جديد اهوت هعمل فورما للبلويز، هعمل الستايل بتاعها
ها الستايل بتاعها 4 كتير قوي كده، فانا هخليه ديفلوب فريم تايتل ثلاثة موصوفين، وبدل ما قلت تاجر يبقى لازم الريكورد سي زيرو دي تبقى كتيرة وليكن مثلا 8 فينش. ادي ده يعتبر الريفيو بتاعي مش كده، ادي الكانفاس اهوت وادي فريم اهو. انا بكتب عدد بس عشان ايه ما حدش يسرح الفرق بينهم. كل اللي انا عايزه ان انا عايز اعرض طبعا هدخل فريم الاول اخلي تخصيص الفريم ابديت ايه الاول منيو عشان بس ايه ما يقدرش يوسع ويضيق معايا. اعلم على كله كده واسحبه كله لتحت كده من عندي هنا كده عمره ازود مثلا ايه راوند كده واكتب جواه مثلا تكست كده اهو ولا مثلا ايه البيانات التفصيليه للمواصفات تمام واجي ادخلها جوه دي حاجات كلها يعني خلاني تكسس نفسه موف. عايز اضيف التاريخ، عايز اضيف التاريخ على الشاشه يعني اعمل ايتم هنا كده يفضل يعرض التاريخ. هل انا التاريخ ده ممكن اعدي فيه او اعمل فيه حاجه؟ قال لك لا طبعا ده هنا التاريخ ده مجرد بس ايه حاجه تعملها ديسبلاي. يبقى انا هجي ديسبلاي ايتم من هنا كده اهو شايفينه؟ واروح ايه؟ واروح ضايف وين؟ طبعا نزل لي بشكل خطب ما تتخضش، خش على رصاصه هو نسب عدد كبير. هتيجي على حاجه اسمها نمبر اوف ايتمز اهي وداني عليها على طول. نمبر اوف ايتمز ديسبلاي ده الايتم ده واحد يا جماعة. طيب خش على رصاصة لسه بقى. طيب الجاستيفيكيشن خليه في السنتر. الديت الداتا تايب بتاعته ايه؟ ديت. طيب الانيشال فاليو كنا بنعملها ازاي؟ داتا بيز مثلا ديت دي بي ديت حد فاكر الكلام ده؟ والفورمات الماسك بتاعي دي دي اللي هو الفورمات دي دي ام ام 4. هل هو ده بيز ايتم بيز ولا بنو؟ طبعا بنو. ممكن اديله برومبت، ممكن اقول له مثلا التاريخ. طيب اول اللي انا عملته انا طبعا كده كده انا عامل اوريدي هو ديسبلاي اي مش كده عام غير بس مثلا خليت جاستيفيكيشن البيانات مثلا تعرض في النص يعني نو ديت اديته انيشال فاليو والقيمه المبدئيه بتاعته ايه اللي هو هيجيب التاريخ بتاع الداتا بيز. الداتا بيز دي يعني يا جماعه هيجيب التاريخ بتاع الداتا بيز. في عندي حاجه اسمها الداتا بيز دي بي الديت تايم التاريخ والوقت في دي في تايم بس اللي هو الساعه بس ماشي كده هيجيب التاريخ ولازم ما بين دولار ساين ان دولار ساين طب وده ده فوت مصر يعني ده لازم يبقى بين فومات بمزاجي بقى. طيب وعملت طبعا ده لازم ايتم بنو واديته ايه؟ واديته
البرومبت بتاعه بس كده. طيب كومبايل كده سايب الاول كومبايل وران. هلا لا يا جماعه عدد جواه لا تعداد السي اي ما اقدرش الماوس اساسا من اللي هو جواه واضحه سهل جدا. طيب انا عايز بقى حته فنيه بقى تقول لي يا باشمهندس ايه الاختلاف الجوهري ما بين التكست اي والسي اي ادي السي اي خش على الصفحه هعمل بين كده وهجيب اي تكست اي وليكن البي اي دي هعمله وكمان بين ادي الانوم حلو كده اللي على الشمال ده البي اي دي واللي على اليمين دي التكست اي الجنرال شبه بعض قوي خلاص فيلم يعني مفيش اختلافات. طب الفانكشنال الوظائف لا بص ده ما فيهوش اي وظائف يا دوب سوستيشن هو من انما ده لا ده ممكن يبقى ايه كونسيدنت مثلا من ده حاجه مهمه ممكن يبقى كيس ريستريكشن يعني مثلا ابر كيس او لور كيس صح ما انا بحب ان هو بدخل جوه هناك فلازم يديني ايه شويه بروفيرسز هل يتعمل على مونت لاين؟ هل يقسم ما بين كل واحد بالكاركتر ولا بالكلمه ولا مفيش فصل خالص؟ انما ما ده زي ما انتم شايفين مفيش اساسا فانكشن مفيش غير جستيفيكيشن بس يعتبر. طب ده اوكي نافيجيشن يعتبر شبه بعض مفيش مشكله. طب بدايه ده بارك كابابيلتي روموس سينكرونايز انما ما ده لوست وهايست فاليو في فورمات ماسك في ريكواير ودي مهمه قوي او لا يعني ريكواير يعني لو تكون من برايمري كي او مضمون هيبان ان الريكواير بتاعه ريكواير بيز انما لو الايتم ده في الداتا بيز بيبقى مناقص اساسا من السالري هتلاقي ريكواير بدون طبعا الزي اي بي اساسا ما ينفعش حاجه اسمها ريكواير مش ريكواير لان هو ايه ده هو ما بيبانش لا في بيانات اساسا من الاول بس هو ريكورد بيس او ريكورد هو مش ريكورد بس ما ريكورد. طب ده في نيشال فاليو طبعا ده استحاله لك في نيشال فاليو لا والله في ليه؟ لان انا ممكن اقرا في بيانات انما ما اقدرش اعدل فيه ولا احذفها ولا اغيرها يعني ما يبانش ان انا اعمل فيه ايه اساسا انما التكنيكس اي دي كده. طيب طب الكالكوليشن ده سهل بالكالكوليشن عشان حاجه كمان شويه طيب الريكورد الاثنين واحد الداتا بيس اللي مش واحد خالص طب بص الداتا بيس هو الداتا بيس اي ماشي كولا من برايمري كي كويري اوني انما ده بقى انسيرت الالاوت ده التكنيكس اي ابديت الالاوت ابديت اونلي ليفنال لوك كذا كيس انسنسيتيف يعني في كذا كويرنس كويري الاو كل ده مش موجود في الايه؟ مش موجود في السكريبت لان هو عرض فقط ما ينفعش اعمل فيه انسر ولا ابديت ولا ديليت انما التكست ايتم فيه فعشان كده بقول لك هل الانسر الاو هل الابديت الاو طب ابديت ده بس في حاله النمل طب اعمل لوك يبقى التكست ايتم اشمل او اقدر اعمل فيه مع الداتا بيز انما الديسبلاي ايتم لا ادي دي خاصيه الديسبلاي الفيزيكال اللي هي طبعا ده ما فيش ولا حاجه اسمها ليست اوف فاليو ولا الكلام ده ولا اديتور انما فيزيكال الاثنين يعتبروا زي بعض فيجوال اتريبيوت كلر فونت برومبت كل ده
ما فيهوش اختلاف ده طبعا. اهو هل وتناشنال مش اي ايه بعد كده. يبقى اقل اختلاف هو موجود في الحته بتاعه الداتابيس في الفانكشن. دول اهم اختلافات طبعا. انا جانب ان التكست اي دي اساسا او الاس بي اي اساسا ما فيهوش ستور فاليو ولا في ايديت. دي اهم خصائص بتاعه الاس بي اي. انا عايز اعمل بقى ايه اعمل حاجه جديده. يبقى ده الاس بي اي كمان هو كده بس بستخدمه عشان اعرض البيانات. ممكن والله فكره كويسه صح. تمام يعني ممكن خالد يقول حاجه. لو انا مش مستخدم كده ليست اوف فاليو اللي ضايع بتروح تجيب بيانات من داتا بيز. وانا مثلا ايه بجرب المنصه بروح رايح جايب لي بيانات. طب ما خلي رقم المنصه بس التكست والباقي كله زي اي بما ان يعني كان سيرش كده فعلا اساسا شاشه السيرش هتبقى كده ان هو التكست ايتم والباقي كله زي اي. هو بيدخل بس اساسا كود المنصه يجيب لي بيانات كود الاداره يجيب لي اداره بيانات الموظفين اللي فيها. يبقى الباقي هيبقى زي اي ان السيرش كود ان هو ما يعدلش. فخلي كل ايتم من نوع ايه ديسبلاي ايتم عدد ايتم واحد. صح كده تفكر صح. طيب انا عايز استخدم التكست ديسبلاي ايتم ده جوه الكالكيوليت ايتم. ده الايمج احنا هنختم الترتيب شويه. كالكيوليت ايتم ايه هو الكالكوليت ايتم ده؟ بيقول لي الكالكوليت ايتم ده بيأكسبت ايتم فاليوز ذات ار بيزد اون كالكوليشنز. اكسبت ايتم فاليوز ذات ار بيزد اون كالكوليشنز يعني المفروض ان الكالكوليت ايتم ده ايتم بيعرض عمليه حسابيه بس هو ريد اونلي. يعني ما ينفعش حد يعدل فيه. يبقى المفروض ان انا هنعمله من خلال ايه؟ ديسبلاي ايتم. يعني هو اساسا مش نوع ايتم او مش نوع ايتم هو ايتم ديسبلاي ايتم جواه يعني حسابيه كبيره عليه الكالكوليت ايتم. يعني يا جماعه الكالكوليت ايتم ده ما فيش نوع ايتم اسمه ايه؟ يعني مثلا لما تيجي تشوفه بيكاريت ما قالكش مثلا ايتم تايب زي كده يقول ايه ايتم تايب مثلا ديسبلاي ايتم تكست ايتم ليست ايتم. لا هو اساس ديسبلاي وجواه بعمل حاجه اسمها ايه؟ كالكيوليشن بتاع بعمل الكالكيوليشن بتاع الكالكيوليت ايتم. لا اما يبقى فورمولا لا اما يبقى سمري لا اما فورمولا او سمري. فورمولا ازاي؟ بيقول لي الفورمولا ان الكالكيوليت ايتم فاليو از ذا ريزلت اوف هوريزونتال كالكوليشن. الله حلو كده. يعني ايه هوريزونتال؟ هوريزونتال يعني المفروض ان هي يعني العقد صح؟ طب ما الفيرتيكال اللي بيعمل كده ده الفيرتيكال ده كده العكس العكس يعني الفيرتيكال اللي هو زي اي حاجه عمود انما لو هوريزونتال عرض. يبقى الفيرتيكال عمودي والايه؟ والهوريزونتال عرض. طب الهوريزونتال عرض. طيب يبقى هو يقول لي الفورمولا ده كالكيوليتد ايتم فاليو از ذا ريزلت اوف هوريزونتال كالكيوليشن. هو يقول لي هو العرض وطول مش معنى يعني it involves point value ممكن يبقى point value انما السمري يقول لي دي vertical calculation اهو يقول لي ايه دي vertical calculation. بيقول لي دي فورمولا من فاليوز a single item. حط 100 خطا في سنجل ايتم دي بمعنى ان انا ما ينفعش اعمل سمري على اكثر من دول كل واحده مفصله علشان كده انا حابب دي فيرتيكال. يعني انا هتمسك كل ايتم كامل بالطول
وتعمل عليه 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 زي مثلا السلم. انما انت ان شاء الله هتيجي مجموعة السلم مش مع بعض. لا لا. هتيجي مجموعة السلم. هتيجي مجموعة المشي. هتيجي اعلى مرتب. هتيجي مثلا يبقى ده السمن. حاجات فانكشن ده. انما الفورمولا فحضرتك ممكن تقول مثلا كولم السلم بلس كولم الكوميشن اللي هو السلم مش عباره عن كوميشن في السالري كل دول اضربهم 12 يبقى انا بقى عامل حسابي عشان بقول لك ايه دي ماشيه بالعرض هتجيب المرتب الموظف ده هتجيب المرتب ده وتجمعه على القيمه المعموله بتاعه اللي هي الكوميشن المرتب تجيب بعد كده ده اضربه 12 ماشي بالعرض يبقى الفورمولا بتمشي بشكل عرضي على صف الصف انما السمري بتمشي طولي على صف على كولم واحد على كولم او ايتم واحد طولي دي الفورمولا ودي السمري هتبقى اقدر لما نيجي نعمل مثال دلوقتي انا دلوقتي اساسا مجهز نفسي ان انا اعمل مثال عايز اجيب مجموعه المرتبات كلها طلب مني شاشه اللي بص بقى هعمل ايه دلوقتي مع المرتبات بدل ما اعمل فانكشن واجيب المرتبات كلها مع هو جاهز تعالوا نشوفها ازاي اوسع نفسي اول كده بس استنى اهو هجيب ديسبلاي لايت ليه يا باشمهندس تقدر تديها لي ما ينفعش ينفع تكتب بس تعالى انت تقبل ان الراجل مثلا يمسك يفتح يعني التكست ده يعدل فيه لا طبعا ده مفروض ان ده مرتبات عمليه حسابيه ديم هو مفيش دخل فيها خالص هو قال ان هو يزود الموظف فيروح الرقم غير يعني يزود مرتب الموظف فيروح الرقم غير انما هو يعدل ايده توتال لا لا فعشان كده انا هعمله على ديسبلاي اي نفس الكلام ادور على حاجه اسمها ايه نمبر ايتمز ديسبلاي واحد أي. خليها كده ايه تحت اساسا تجمع طيب انا عايز اعدل شويه تعديلات اخش نفس الاي واقول والله مثلا ايه اعرض لي ايه الكلام ده السنتر طيب الداتا هتبقى ايه مع المجموع رو نمبر طيب هل فيها مثلا داتابيز ايتم لا مش مثلا نو انت ضايف في ايدك امال ايه الجديد يعني الجديد جاي اهو كالكيوليشن المفروض ان انا هنا دلوقتي اختار الكالكيوليشن مود المود بتاعي ايه هل هو فورمولا ولا سمن قلت سمن يا مؤمن علشان انا نجمع كولا واحد يعني بالطول يبقى السمر وبدل ما السمر يبقى انا هعدي الثلاثه دول بس كمان يعني كده يعني عشان نقول ولا بالاسم او الفاليو البروبرتيز اسمها فورمولا لا مش جنبها بقى خلاص انت اخترنا السمر هتيجي يا محمد وتقول لي السمر فانكشن العمليه الحسابيه اللي جاهزه تبقى ايه سم طيب السمرايز بلوك على الاقل بلوك يا على الليبلويز طب على الاقل ايتم الليبلويز هو فين السالري تحت تمام طيب هل هي دي كل حاجه هيديك بس مذكره تعملها ايه هي الملحوظه دي تعرف كومبايلر ون ران اداني ايرور هي دي الملحوظه عباره عن ايه بقى حد حد خلوا سمرايز داتابيز ايتم يعني ايه سمرايز الاول استنى هو ايه يعني سمرايز داتابيز ايتم يعني انا فاهم عليه ده اللي هو السبري ايتم ده ماله
يقول لك عامل لازم ماست ريسايت يبقى بداخل يعني بلوك مال البلوك ده يعني هو خد داخل البلوك والله لا بس خد بالك البلوك ده لازم يكون ويز كويري اور ريكوردز اور بريفيو بيوت سمرايز سيت تو ايت. واضح كده ان الخاصيه جوه البلوك اسمها كويري اور ريكوردز او واحده اسمها بريفيو بيوت سمرايز مالها لازم يكون بيت. ما تيجي تقول خصائص البلوك ونشوف هو بعيد عننا اهو في الخصائص البلوك ادي البلوك كليك يمين بروبرتي بلت ادور على كويري كويري اول اهي اهي كويري اول ده عايز سيت تو هيز معناها ايه؟ والله هي حاجه زي سيكيورتي كده او حاجه امان يعني ان هو قافل ان حد يعمل كويري على كل الريكوردات على كل الصفوف. انما انت لما عملت سمري فهو اوريدي هيعمل كويري على كل الصفوف لانه هيشتغل على كل كامل. فهو بيقول لك لو سمحت اعمل لي بروبرتي بيس خليني بروبرتي اسمها كويري ريكوردز بيس او مش عايز كويري ريكوردز في عندك بروبرتي ثانيه اي واحدة من المنتج بروبرتي انا اسمها بريك بيو سمرايز خليها هي كمان بيس. بيس يبقى لا اما كوري اوريكس لا اما بريك بيو واحده منهم يبقى ايه 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 طب بايد كده قال لك تمام بايد مديول بات سيستم ران اعمل كويري كده تسعمية او تسعمية او 1516 ده مجموع مرتبات الموظفين اللي عندك في الشركة. طيب معلش انا اخليه مثلا بدل 100 الى 600 خلي ده 12600 هل هيعدي هنا؟ طبعا طبعا بقت 704 فاهمين قصدي؟ انما انا هقدر اعدي ده في الرقم الكمبيوتر؟ لا طبعا لان هم عملوا كود ديسبلاي ايضا. نعم لما سايب هيعدي لسه ما سايبتش. سحتها بص بصوا كل هي دي الخاصيه بتاعت كويري اور ريكوردز يعني حصل اي تعديل اي ريكورد يروح رايح يعمل ايه معدل توتوت في الصم سهله هي دي عملنا اول كالكوليشن هو السمري مجموع المرتبات ممكن مثلا على مرتب هات مثلا افريج متوسط هات عدد الصفوف عدد الموظفين لما يجي يطلب مثلا يقول لي هات كمان عدد الموظفين اضيف كمان ديسبلاي ايتم تحت اليو اي تي يبقى ده ايه مش مجموع بقى لا كاونت اليو اي تي عدد الموظفين اللي عندي في الشركه كام وهكذا يبقى انا عملنا اول كالكوليشن ان انا عملت ايتم او ديسبلاي ايتم خليت يجمع لي مجموع المرتبات رقصات سوبر ستاندرد بلاي اي اي ده خليته سمري صم ده الفانكشن اللي هنعملها. في عندك فانكشن ثانيه افريج كاونت مينيمم ماكسيمم ستاندرد ديفيجن والفاريانت
بعد ما اختار الفانكشن بحدد مين هو البلوك اللي عايز سمرايز، وبعد كده بحدد له الايتم اللي هيعمل له سميشن. لازم طبعا من الايتم نمبر يعني. طيب ولما جينا بقى الظاهر غير كده ايه، لازم يبقى جوه الايتم، لازم جوه البلوك. البلوك ده مثلا اساسه ان هي كويري اور ريكورد بيس او بريكود سمرايز بيس. تمام؟ في مشكلة لغاية دلوقتي؟ نعم. يعني ماشي حلوة دي. هتروح تعمل بروسيجر جيب لك مجموعة من المرتبات، صح؟ وتيجي هنا على الأرض بس يعني عشان على الأرض نحتاج حاجة ناخدها قدام شوية. يعني حاجه في الليسن الاخيره اللي هي ان انا اعمل حاجه اسمها بروجرام يونت جوه فورسز. طيب انا عايز دلوقتي بقى العكس، يعني امشي بالعكس. انا عايز يبقى في عايز يا جماعة اجيب مثلا الدخل السنوي بتاع حد، هيبقى فورم بالظبط كده. انا بقى لي بروم بس من الاول بتاع الميشن. انا بحاول اوصل على نفسي عم. خد بالك بقى من دلوقتي هضيف ديسبلاي اي ان برضه، بس ما ده زي ما هو يعني العدد يعني. ليه؟ لان الفورمولا قلنا بتمشي ايه على كل صف. نعم. هو ريد بيت في نفس عدده 8. هدخل على خصائصه بقى، خليه برضه ايه في السنتر، هيعرف ايه نمبر ريليشن فورمولا ولا سمري. ها فورمولا. طب الفورمولا بقى ايه هي العمليه اللي انت عايزها؟ سالري بلس الفكره لازم اسمهم صح. كل ده في 12. طب في حاله ان المشن بنال يبقى ان هي ال كوميشن بنال ابتدي زي زيرو. ايه ده عندي حاجه غلط. طب ما هو انا كان واحد بس في حاجه غلط. بيقول لي السالري ده مش فاهم ايه. معلش ده الايتم اللي عندك نضيف فوق بعض. لازم ايه اقول له الايتم ده اللي عندك على الشاشه. يبقى اقول اعمل عمليه في الفورمولا تاني. السالري زائد السالري في ان الكوميشن بزيرو. يعني لو الكوميشن بزيرو ده بزيرو عشان يرضى يعمل عمليه حسابيه. وبعد كده ضربت ايه؟ 12. طيب داتا بيز ايتم لسه ما كملناش. داتا بيز ايتم الاول جون بروم مثلا وليكن توت. طيب فين ده الديفايس ايتم؟ هاي ده الديفايس. اوعى تنسوا. هو فين ال بروم؟ عشان عملته؟ عشان ضفت البروم يا جماعه ستوتال. بس البروم ده محتاج يبقى على التوب وفي السنتر. أو
اميز كده كده كومبايل. هل الايرور؟ لا نرى يبقى انا ده بعمل فورمولا تجيب لي الدخل السنوي كامل. شوية. وتقيل قوي. طيب. ادي يا جماعة الشاشة قدامي هعمل الجوز كويري. هليه هسيب ياهو الراجل ده فين هو البيانات لسه؟ هات لي بياهو ميشن. نرجع على عمليه ساعتها ونشوف هيقول ايه. بس انا عايز اول حد بياخد ميشن كده ونشوف اللي حصل. هرجع على العمليه الحسابيه. فيها لان حتى لو كنت ميشن بس لازم يتروح 12. انا عامل الاقواس. كيف ضربت 12 ولا لا؟ ضربت 12 صح؟ طيب تمام. اروح بقى اشوف العمليه اللي عملها. العمليه الحسابيه فين؟ جوه الايتم اهو. F4 فورمولا. كانوا كل ده الاول. بص هنا. مش هنا. المفروض كان القوس هنا. شوف القوس بس هو ايه؟ طيب تعالوا بقى نعمل سكويري كده ونشوف. كده تمام. الراجل ده بيسيب ده مع انه ما بياخدش شموله بس يخلص سنه كام؟ جاب التوتال بتاعه بقى سنوي. لو عايز ابحث انت ولا ايه؟ يعني بحث. ولما مثلا هات الموظف رقم 250 وبعد كده اقول له اكزيكيوت كويت اهو. جاب لي الموظف. مفيش حد الرقم ده. ازاي؟ صح.
طيب انت 100 و150 مش 150. بقول له كويري جاب لي الموظف دوت بياخد 3% شهريا او 30% يعني 13,256. وكان بروبرت هو البلوك نفسه كويري ريكوردز او بريدون سمرايز 3 يس. بعد كده رحت على عملت ديسبلاي اي اي دي دي ديسبلاي اي اي بنفس عدد الروز اللي عندي عملت فورمولا ايه كتبت العمليه اللي هي اني تي الفورمولا دي. طبعا بعد كده كم انواع النون انبوت اي